باسمة الوطن. ستشات الوفوميات والسياسي مثل الحال عالم من الانتقادات طاير فوق المصريات. مات الوطن لا ما مات بس مات الوطن بعد عنا مقدسات ما في قيمي الوطن لا ما مات بس مات الوطن بس مات الوطن بس مات الوطن مات الوطن. مساء الخير من بسمات وطن. الليلة ضيفنا فنان عربي وبثقة فينا نقول انه أغانيه من اجمل ما تقدم من فن عربي من بداية التسعينات لليوم. اهلا وسهلا بكاظم الساهر. مساء الخير يا حبيبتي. زيديني عشقا زيديني يا باميلا وقبل اعطيني زيديني. خلينا بالاول نشوف شو عنا الليله ببسمات وطن وبهالوقت بعطيك قبلتين. مي كارلوس ابدي ليش حامل طقمه وواقف حد هالاعلاميه واغرب طلب دليفري بلبنان تلقي هالشيف وهالعامل اخذ زباله من سوسو فشو رح يعمل فيها يا ترى؟ والشيخ سعد الحريري ما عجبه كلام السيد حسن نصر الله فقرر يهجم عليه. وحنان عطوف قررت تفجر حالها وين وكيف منشوف بسياق الحلقه. وهل صحيح انه ممكن الانسان يتحول من شي لشي وينام شي ويقوم شي؟ واذا اجاكم ضيوف باخر الليل كيف لازم تتصرفوا؟ نحن عنا علوميه. وبما انه شهر شباط صار قريب رح نشوف الليلة حوار خاص بين هالبسينات. وفي عنا كمان فقرات عديدة وجديدة وطبعا الأولديز. بس مات وطن الليلة حلقة بتتاك الأكل. وهلأ منرحب بضيفنا كاظم الساهر. استاذ كاظم كيفك؟ الحمد لله رب العالمين، لكن عم عاني من دوار بسيط. سلامتك دوخة؟ نعم. قلل طبيب لا بقى تبرم لكل صوت بي ذا فويس. من البرم على الكرسي بس ذا فويس. طيب بسيطة ما تبرم؟ إن ما برمت بيبرم عاصي يا باميلا، عاصي برم لي راسي، بيتكلم كثير يا أختي. على شوي يعني أنا سوف أختار عاصي. عفيق والشاطر. طيب رح تغني لنا اليوم ما هيك؟ نعم، أغنية عن الانتحاريين وعن حياتنا كعرب من زمن الانتحاريين. قول بالعراق ألوف الانتحاريين فجروا حالهم، ما بتخاف منهم؟ لا ما أخاف، لكن أبقى على حذر عشان ما يتكرر اللي حصل معي بالعراق من سنتين. إيه بتخبرنا شو صار؟ انتحاري فجر نفسه بمكان قريب بعض الشيء مني. فطارت أشلاءه وطبصت منها قطعة على وجهي. إف أي قطعة وما صار لك شيء؟ قطعة ما فيها عظم والحمد لله. ما تقلل. نعم لسانه زعرة. طيب استاذ كاظم خلينا هلأ نبدأ مع أول سكتشاتنا. بسمات الوطن. شري أنا نعست وبدي نام. أنا بدي خلص هالكتاب وبرجع نام. ما بتكز نفسك من السياسة ولو يعني من مجلس النواب لمجلس الوزراء لاجتماعات الحزب وبترجع بالليل تجي بتقرأ سياسة؟ شريف هيدي مهنتي نايب ووزير، شو بدك ياني اقرأ روايات عبير العاطفية؟ وبعدين هيدا الكتاب مش سياسي. كتاب شو؟ كتاب خيال علمي بيحكي قصة قبيلي لما كانت تتعرض لمشكلة وما يقدر الزعيم يحل هالمشكلة
كان ينام ولما يقوم بيكون تحول وصار مثل المشكلة. شو هالطفنيصة شري؟ يعني بتصدق هالأخبار؟ بيقولوا إنها خرافات، وفي ناس بتقول إنه كانت تصير. المرة صارت بالليل القبيلة تتعرض لهجومات من دياب مفترسي، ولما الزعيم ما قدر يقضي على هالدياب نام بهونك ليلى، ولما وعي الصبح تحول لديب. بونوي شري، يعني معقول اوعى بكره الصبح ولاقي حد قائد محور بطرابلس مثلا؟ اه تمسخري. وقايلين انه مره هجم الجراد على القبيله، ولما عجز الزعيم عن مكافحته وعي الصبح لقيو جرادي بالتخت. شري قوم شري، صارت الساعة 7، هلا بتتأخر على اجتماع الحكومة. شري زبالة. بسمات الوطن. رايحة فجر حالي. شو؟ تفجري حالي؟ لك انت مربية للأجيال، الأجيال بحاجة لإلك، كيف معقول تفجري حالي؟ بعد عني أحسن ما تطيري معي بالانفجار. ولك يا سبحان عطوف؟ لك يا عمي سبحان عطوف، يا سبحان عطوف ما بيصير هيك، انت مربية للأجيال؟ سبحان عطوف شو بها؟ قلبة تفجر حالها. بعدوا عني أحسن ما تطيروا معي بالانفجار. لحد للخمسة وفجر نفسي. ولك ليش بك تفجري حالك ليش؟ سمعت انه يلي بفجر حاله بيطلع على الجنة وبيطلع على الحوريات، فأنا كمان رح فجر حالي بطلع على الجنة وبركي بيطلع لي حوريين. حوريين؟ ايه، هون أنا عايشة بجهنم الحرمين، فقررت أطلع على جنة الحوريين. واحد ثلاثة. خي وأخيرا رح ارتاح من جهنم الحرمين. شحطار بسيطة شوية، شحطار اجري اجري. طارت اجري ايدي، طارت تاني ايد. معلش فدا الحوريين. هيدا اول حوري. هلو انا المربي حنان عطوف. يا هلا يا هلا يا هلا، خبروني اني جاي، بعطوني خبر انه في وحدة هبيلة فجرت حيلة، فكرة تطلع الجنة. هبيلة؟ ليش نحن هون مش بالجنة؟ هون جهنم الحمرة اللي تاخدي. وانا عزرائيل جاي طمك. بالشرف؟ يعني بعد الانتحار الواحد بيروح على جهنم؟ ايه وانا بطمه. اوكي بس ارجوك ما تشويني. لا لا لا، منك جاي مشوي خالصة. طيب استاذ عزرائيل، لحقت وجيت، ممكن تلعب معي دور الحوري شي 30 دقيقة؟ أرجوك يا دلي. طيب عزرائيل ربع ساعة بس، ربع ساعة أرجوك بليز. عزرائيل ارجع. خيرت كيف اختاري ما بين الموت بعد سطو او بيت في جير انتحاري، اختاري الدرب. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات. وعدنا بدك تسمعنا الغنية، رح سمعنا إياها؟ حاضر، موسيقى. موسيقى
عشان فويسك والله صوتك صفي برمو الكراسي صفي برمو الكراسي لا تتكلم افضل تصمت لا تعمل مثل عاصي بسببها باخذ اقراصي واحد عسوريا جرعك الثاني تأمرك وبأمرك واحد عسوريا جرعك الثاني تأمرك وبأمرك مشيت فيك ولا بلاك عايزينك لالك ناسي عايزينك بالك ناسي سني كنت شيعي انت او بتصلي بقداسي انت حاري وسواسي إني خيرت كيف أختاري ما بين الموت بعد صدو أو بتفجير انتحاري إني خيرت كيف أختاري ما بين الموت بعد صدو أو بتفجير انتحاري اختاري الدر فكل در تسلك عبوة بزناري اختاري الدر فكل در تسلك عبوة بزناري يلبسوا وقت على وسطي أملا أن يلقى الحواري إني خيرت كيف اختاري ما بين الموت بعد سطو أو بتفجير انتحاري. رح نبقى هلأ مع دعوة وجهها بسين لصديقته. شوفوا اللطف والرقة والحب والشفافية عند البسينات، وحتى البسينات عندهم حيطة وحذر. بسمات الوطن. أنا خجلين منك، ساعة 10:30 بالليل ما كنت حابب أزعج المدام. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا بسعادة المدير، تفضل بتقبرك. يا أهلين. كيفك ست سعاد؟ بصراحة ما كنت حابب أزعجيك، بس مسيو برهوش أصر إنه إجي زوركن هلا. بالقلب ساعة اللي بتجي حضرة المدير، يا أهلا وسهلا، بالإذن إيه؟ بدو يتعشى؟ لا لا، صحن فواكه من قريب وفنجان قهوة. ولك البيت منشف، من وين بدي اجيب له فواكه انا هلا الساعة 10:30 بالليل؟ ما بعرف، دبري راسك ما تجرصيني. ها يا اهلا يا اهلا بسعادة المدير، يا اهلا، تفضل تفضل تفضل. يا عمي الساعة 10:30 بالليل انا من وين بدي اجيب له فواكه؟ هو مديره ليدا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بسعادة المدير، يا اهلين، اتفضل شوية فواكه ما في شي من قيمتك، هودي اللي لقيتهم بالسوبر ماركت اخر الليل، ما تواخذنا. انتو بتواخذوني يا عمي؟ ايه اذا لقيت الموزة مأكول منها هيدي بكون انا، لاني بحب كون حريصة انه يكون كل شي طيب قبل ما حضرتك تذوق. تسلمي تسلمي. والليموني كمان والتفاحة؟ ايه كلن كلن، لو بتدوق العنب ما قدرت ما ألهطه كله. طيبين. شو هالفواكه؟ منين جايبتين ولي؟ لك سكوت يا عمي، ناسي انه سوكلين ما عم بتلم زبالة هالايام. فرحت على المطعم اللي حدنا بقبشت بزبالة تبعه، لقيت كل شيء. يا ريتك عزمته على العشاء، الفراريش مثل ما هن.
صحتين سعادة المدير يا أهلا وسهلا. مطرح ما يسرى يمري. أهلين أهلين أهلا وسهلا. حكومة الحياد في رأينا هي حكومة خداع. عم تسمعوا؟ عم تسمعوا هالكلام؟ شو بتساوي؟ بهجوم. روح يا سي مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن. مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن. منتابع بسمة وطن مع ضيفنا الفنان كاظم الساهر. شو رأيك بالأصوات العربية اللي عم تتخرج من برامج الهواة؟ ما شاء الله ما شاء الله. يجب على كل المحطات العربية أن تنتج 7 برامج هواة أسبوعيا على كل محطة بارزة لتخريج المواهب. معقول 7 برامج بالأسبوع بيتخرج له 1000 طالب؟ صحيح. وأين المشكلة؟ أين المشكلة؟ وين بدهم يشتغلوا كل اللي بفقسوا؟ بيعملوا مع اللي تخرجوا قبلهم بمعامل الخياطة والتطريز، بشركات تنجيد المفروشات، بالكراجات، ببيع المواد الغذائية. هناك نقص كبير باليد العاملة العربية. قول هيك معك حق. منشوف عشرات من يلي تخرجوا وشي 3-4 بس بيبرزوا. كاظم الساهر بأغنيتك قولي أحبك كي تزيد وسامتي، هل أنت صرت حسيت حالك أحلى؟ طبعاً. قولي أحبك. أنا هلأ؟ نعم. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فأنا بحبك أصبح ديكابريو. لا 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 لا. بسمات الوطن. وهكذا أعزائي المشاهدين، ومن دارة العميد كارلوس إدي نقلنا لكم آخر أجواء بعض شخصيات 14 أدار حول المشاركة في الحكومة. ابقوا معنا للوقوف على كل جديد. يه ليش ما بتحكي؟ لحظة انطريني. شو بك عميد؟ يلا جاي. ها جيت. ليش ما حكيت من الأول؟ شو هيدا عميد؟ طقمي حضرته. كملي شغلك أنت. إذن أعزائي المشاهدين سنعود معكم فور صدور أي مقررات جديدة. أعزائي المشاهدين، حتى اللحظة لا شيء واضح بالنسبة للمجتمعين في الداخل، هل سيشاركون في الحكومة أم لا؟ نحن سنبقى في دارة العميد كارلوس إدي، ابقوا معنا للوقوف على كل جديد. يلا وقفي على الطقم. ولك ليش بدي اوقف على الطقم يا عميد؟ ما انت قلتي ابقوا معنا للوقوف على كل جديد. هيدا اجدد طقم عندي. اذا مانك مرتاحة عليه، امبارح اشتريت مايكروويف جديد، بدك توقفي عليه؟ بجيبه انا حافظك. بسمات الوطن. الو سناك ابو جاك. يا هلا متر لما. يا هلا شو مثل العاده؟ ايه واحد بلاديجور وصحن سلاد. تكرم عينك متر. على سنتر الزهره الطابق الرابع ما هيك؟ لا اليوم بدك تبعث لي الطلبيه على الدوره اوتوستراد دوره الكارانتينا، تاني صف على الشمال قبل المياومين ب3 سيارات، سياره جيب انفينيتي رصاصي. ايه بدك الدليفري على عشقة السير؟ ايه شاف لو سمحت. تكرم عينك مات، بس بدها تاخد شوية وقت، يعني لتخلص الطلبية ويجي الشاب لعندك بدها القصة شي ساعتين، اوكي؟ ولا يهمك اصلا الطلبية للعشاء. شاف اذا اجا الشاب وما لقاني بسيارتي بكون بسيارة جارتي عم بارجل، سيارة حمراء رابع صف قبل المياومين. بليز بعتلي مع الشاب فراطة. بسمات الوطن. حكومة سياسية جامعة، حكومة وحدة وطنية حقيقية، حكومة الحياد في رأينا هي حكومة خداع. عم تسمعوا هالكلام؟ شو بتساوي؟
بهجوم. روح لك كيف بدي روح؟ بنطف شعراتي بقتل حالي. طول بالك طول بالك يا شيخ سعد. روح يا عمي. روح يا حبيبي روح. ونحن لا ننصح احدا بالاقدام على تشكيل حكومة امر واقع. وهلا سمعتوا شو قال؟ شو بتساوي؟ ببجى وبرتاح؟ بقلب الطاولة وبغير الحالة 180 درجة؟ يا ما بنطف شعراتي يا ما بقتل حالي. طول بالك طول بالك. الله اللي بده يعمل بطل يعمل على الدول الإقليمية بقى. لا رح اشلح. لا 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 خلص اتركوني اتركوني اتصرف. لا. يا ما بنطف شعراتي يا ما بقتل حالي. ولك معك حق يا ريس، نحن بدنا نهجم اكثر منك بس بس انه عم نعدل العشرة. بدي لا لا يا شيخ سعد روح. طول بالك. اللي صار باعلان طرابلس قبل ايام من قبل القوى 14 في شيء خطير جدا قيل برأيي هو غير مسؤول. لا تركوني لحد هون وبس. هجوم عليهم. ولك يقبرني يسلم لي يا حبيبي. ولك انت القطع. انا من زمان بدي اهجم هالهجمة لكن امبارح اشت الاوكي. يخرب بيتهم هدول القتلة عناصر غير منضبطة. انت كيف؟ متى بنعمل قعدة؟ نحن مش نحن قعدنا مع ما تعطى لهم هذا قواس ابتهاجا قدام الناس كلها من جمهورك وبقول وعلى العجقة نهر الكلب يا عيوني وكنت عامل فكري زيت قلب الله الله وبين الزوق وعنده راع يا عيوني سحبوني من الجورة الله مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن مات الوطن؟ لا ما مات بس مات الوطن. وهلأ منختم بسمات وطن مع ما تبقى من سكتشات لليلة وطبعا فقرة الأولديز وإلى اللقاء للأسبوع الجاي إذا الله راد. باي. بسمات الوطن. ايه يا سوسو، صحيح انك عم تظهري من ورا ظهر جوزك مع واحد اسمه ادمو يا سوسو؟ انا اعوذ بالله ومع مين؟ مع ادمو؟ ما بحكي معه بضل مقبره انا وياه ما بعطي وجه. إيه بس الناس شافوكي انت وياه بالجنينه يا سوسو. ولك كل الناس بتروح على جنينه البلديه وكان الجول شو بس انا وادمو ما قلت لك ما بحكي معه. لكن الناس شافوكي قاعد بحرجه يا سوسو. ايه بس كنت برمت له ظهري. اه يا سوسو. ايه هيدا الزبال لحظه تقوم اعطيه زباله. ايه اهلا اهلا اتفضل. هيدي زبالة السبت وهيدي زبالة الأحد وهيدي زبالة التنين. ايه يا سوسو، صحيح مثل ما سمعت اليوم انك تركتي ادمو وعم تظهري مع ريمو يا سوسو؟ انا اعوذ بالله العالم شو بتحكي. لكن نص الضيعة اليوم خبروني وقالولي شفتيها سوسو كيف قاعدة بالسيارة مع ريمو وعم بتبوسو؟ مظبوط بس كنت مغمض عيوني كرمال ما اشوف صورته وهيئته. اه يا سوسو هيدا الزبال كمان اجا اليوم اله بالعادي يجي لعندك الثلاث ايام لحظه. ايه اهلا يا اهلا، امبارح اعطيتك زباله السبت والاحد والتنين. ايه بس ما في مطرح انطم. هيدي زباله السبت وهيدي زبالة الأحد وهيدي زبالة التنين. وين السوكلين؟ ما في سوكلين، في يو كلين. يا سوسو بسمات الوطن. أوف 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 علقت بعجقة سير.
بزماني مشيت التنين وصلت الاربع الساعة تماني علما انه لو جيت من دوم اطنوبيلي كنت وصلت بدقيقتين عدت ثواني ثواني الوطن لا ما مات بس مات.